السلام عليكم، معكم مشعل عبد الله. حلقة اليوم يمكن تكون حساسة شوي، تخص موضوع أصلا شرعا لا يجوز، موضوع مدمر للبيوت الزوجية، مدمر لجميع أنواع العلاقات. قبل ما أبدأ الحلقة كالعادة، زر الاشتراك في القناة وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو. نتكلم اليوم عن موضوع الخيانة، خيانة المرأة لزوجها أو خيانة الرجل لزوجته، ولكن سوف نركز على موضوع المرأة بالذات. نعلم أن المرأة يعني كائن ذو مشاعر، عاطفي، حساس، يعني يرضى بالقليل من ناحية إعطاء الحقوق، من ناحية الاهتمام، من ناحية لو تعمل لها عمل بسيط يدل على حبك لها يكون شيء كبير بالنسبة لها. فهي دائما نقول هي دائما أغلبا غالبا تكون مكتفية أكثر من الرجل. الرجل دائما عنده حب التجديد، يريد أن يجدد غالبا، عكس المرأة التي تكتفي بما لديها، عكس المرأة التي دائما تحاول قد ما تقدر تحافظ على بيتها، على أطفالها، على مملكتها. الرجل غالبا بالنظر يثار، بالنظر يش يعني يعجب، يتقدم خطوة الأمام. عكس المرأة، المرأة حتى لو كان عندها النظر وأعجبت بشخص ما يكون لها حدود، هي فقط أعجبت بملابس، بترتيب معين، بوسامة، بشكل، ولكن لها حدود ولا تتقدم خطوة للأمام. لذلك بتكلم اليوم عن موضوع الخيانة وأسبابها. طبعا هنا نحن لا نخلق الأعذار لها أبدا، الخيانة ليس لها عذر نهائيا مهما كانت الأسباب والمبررات، لا يمكن أن نقبلها. لكن احنا بنتكلم اليوم عن أسباب، لماذا خانت، لماذا هو خان، رغم أنني مثل ما ذكرت بركز على موضوع المرأة. في البداية الوازع الديني مهم. نعلم أنه الخيانة والخيانة الجسدية والحميمة، العلاقة الحميمة في أغلب الأديان محرمة ولا تجوز، فما بالكم بالدين الإسلامي. فنذكر أولا الوازع الديني، إذا كان الوازع الديني قليل فيها أو معدوم أحيانا فهذا لن يشكل لها رادع. إذا دينيا لم تخاف من خالقها ولم تخاف من الذنب، فسوف تتقدم خطوة إذا لم تكن أنت، طبعا بشروط، تتقدم خطوة بشروط، حتى لو لم يكن لديها وازع ديني سوف تتقدم بشروط، والشروط أنك مقصر معها، لم تلبي احتياجاتها لا العاطفية ولا الحميمة، لا تهتم بها، تتجاهلها دائما. نخلط الاثنين، عدم وجود وازع ديني، عدم اهتمامك بها، تقصيرك معها سوف يجعلها تقدم على هذه الخطوة للأسف. يعني ما أبغى أعمم، لكن غالبا سوف تقدم على هذه الخطوة. ونعلم أن الشيطان موجود، دام أن الوازع الديني قليل الشيطان موجود، زائد الغراءات موجودة في الدنيا وفي كل مكان، فاحرص عزيزي الرجل على هذه المهمة. إذن خلصنا من النقطة الأولى الوازع الديني، نأتي إلى الخطوة الثانية وهي عدم إعطاء الحقوق والتقصير مع الزوجة. حتى لو كانت في بداية زواجكم كان في محبة، كان في رحمة، مودة، مع الوقت لما أنت تكون مقصر، ما تعطي حقوقها العاطفية، ما تسمع لها، ما تعطيها حقوقها الشرعية الحميمة في العلاقة الحميمة، لا تهتم بها، متجاهلها، يعني دائما عندك أولويات غير زوجتك، هذا من الممكن أن يجعلها تتقدم خطوة إلى الخيانة. بعضهم يعني بعض السيدات تقول أنا بس مجرد أني بمحادثة مع شخص، بتكلم معه، بفضفض له، يشكي لي واشكي له، لكن مع المحادثات هذه ممكن يصير فيه إعجاب، ممكن يصير فيه حب غيرك،
حب خارج الزواج وبالتالي الخيانة. رغم أن هذا المكالمة خيانة لكن أتكلم عن الخيانة العظمى يعني. فهذه نقطة مهمة. ويجب أن نعلم نقطة معينة عن طريقة إعجاب الرجل أو لما وطريقة إعجاب المرأة والفرق بينهم. إحنا مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أن الرجل دائما يعجب بالنظر، يعجبه الجمال، يعجبه ويثيره النظر. لذلك سبحان الله سبحانه وتعالى ذكر أنه غض البصر بما معناه غض النظر. عكس المرأة، المرأة سمعية، سمعية حسية. صحيح أنها تعجب بالنظر مثل ما قلنا بالرجل الوسيم أو تعجب بملابس بترتيب معين، لكن غالبا لا يجعلها تتقدم بالخيانة والوقوع في حب رجل آخر إلا السمع والحس والاهتمام. فهذا الفرق بينهم. هي غالبا المرأة تكون مكتفية مثل ما قلنا. هي إذا أنت يا عزيزي الرجل ملأت عين المرأة وملأت قلبها فهذا كفاية أنها أنني أضمن لك أنها لا يمكن أن تطالع غيرك أو تناظر غيرك لأنك ملأت قلبها مثل الكوب. في تشبيه بشبهها أنه غريب شوية بس لازم أشبهها، اللي هو مثل الكوب، كوب الشاهي لما يكون ممتلئ بالشاهي لن يستقبل أي نوع من أنواع الشاهي حتى لو كان أجود أنواعه، لن يستقبله إلا إذا أنت سكبته. وهذا السكبة الكوب مثل ما أنت تعمل بزوجتك أنك مثلا ما تعطيها حقوقها، ما تعطيها اهتمام، مقصر معها. أنت هنا قاعد تقلل قدرك وقيمتك في عينيها، تقلل قدرك ومحبتك في قلبها. فبالتالي مع الشيطان والثرثرة وبعض الصدقات، صدقات السوء، ممكن أن تقبل على الخيانة. فلذلك يجب أن تحذر أيها الرجل الكريم. في ثالث سبب وهو غالبا ليس للرجل له علاقة فيه لكن حبيت أني أذكره، وهو أن تكون أصلا من بداية هذا العلاقة أو بداية هذا الزواج ليس في قبول ولا محبة لك، لكن بعض الأهل يجبر البنت أنها تتزوج بهذا الشاب. يعني مثلا أنه ذو منصب، ذو مال، من عائلة كريمة، لكن هي لم تحبه ولم ترتاح ولا في انسجام ولا في تآلف أرواح. لكن بعض الأهل يجعل هذه مرة تستعجل في موضوع الزواج حتى لو ما كانت تريده. لكن بعد الزواج لا يكون لا يكون هناك قبول ولا محبة ولا انسجام. سوف تحاول المرأة أنها تحبه، تحاول أنها تتقبله لكن دون فائدة. هنا ممكن أن يكون رجل ليس له ذنب. فبعضهم قلنا مثل قلة الوازع الديني وقلة الاحترام لنفسها ولذاتها ولكيانها أنها تخرج خارج هذه العلاقة وممكن تخونك للأسف يعني. فأتمنى في نهاية الحلقة هذه أنه يا أعزائي الرجال دائما أقولها وأكررها، أنه اهتموا بنسائكم، أعطوهم حقوقهم. إذا احتاجت شيء أنت أول واحد تلبي احتياجاتها، لا تضطرها للأسف أن تحتاج إلى أحد غيرك. مثل ما قلت حتى لو تعطيها بالشيء البسيط، المرأة كائن حي مكتفي يقبل بالبسيط من الشخص، من الزوج، من زوجها، من الشخص الذي تحبه، تقبل بالبسيط. فأعطيها لو بالبسيط إذا أنت مشغول وعندك أشياءك مثلا أعمالك الخاصة، لا تقصر معها نهائيا. اجعل نفسك مثل ما قلت برضو أنه أنت السند لها والكتف لها. انتبه وأحذر يعني قبل أن يقع الفأس بالرأس. وأنا ما قلت هذه الحلقة عبث، جتني شكاوي كثير من الرجال أنه زوجاتهم خانوهم وماذا يفعلون، وجاني شكاوي أخرى من زوجات خانوا رجالهم وعندهم إحساس بالندم ويبكون دما. لماذا أصلا المرأة تندم؟ لأن أساسها كان صحيح، أساسها كانت امرأة طبيعية سوية محبة، لكنها بسبب تقصيرك أيها الرجل
أنا ما أحط اللوم مثل ما ذكرت، لكن بسبب تقصيرك وإهمالك لها، إهمالك المتكرر لها وأنك ما تشوفها أصلا موجودة، جعلها تضطر تخرج إلى الخارج وتكون علاقة أخرى، ولا لما أتت وهي نادمة وتبكي. وهذه المرأة بكت لماذا؟ التي تشتكي لدي، لماذا بكت؟ لماذا انهارت؟ لأنها دمرت كيانها، دمرت ذاتها، يعني قبل أن تدمر بيتها. فأتمنى عزيزتي المرأة أن تصغي وتسمعي رسالتي لك، أنه انتبهي واحذري، مهما كان الدين قليل عندك، مهما كان قصور زوجك معك، حتى لو كان مقصر بجميع أنواع القصور أو التقصير، من اهتمام، من تجاهل، أنه ما يعطيك حقوقك، ما في أعذار للخيانة. انهي العلاقة فورا معه ولا تخوني، انفصلي عنه حتى لو موجود أطفال، بس لا تخوني. لذلك احذري. أتمنى أنه استفدت من هذه الحلقة تماما، وأن تستفيدوا من النقاط المذكورة أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله.